الحقيقة احنا في دار الأوبرا بنهتم جدا ان احنا نقدم الغنى الأصيل، مش بس القديم، القديم والحديث، لأن في غنى حديث الحقيقة على مستوى عالي جدا، فن حقيقي يعني. فدار الأوبرا دايما بتحرص على ان هي تقدم لجمهورها النماذج المتميزة جدا فنيا، سواء من داخل فرق الأوبرا أو من خارج فرق الأوبرا زي الأستاذ علي الحجار. الحقيقة فنان زي الأستاذ علي الحجار والأستاذ مدحت صالح وغيرهم ليهم جمهور هايل، يعني عايز أقول لك إن يعني الجمهور بيستني حفلاتهم بشكل منقطع النظير يعني، وزائد كمان الحفلات اللي بنقدمها من خلال فرق الموسيقى العربية في الأوبرا، بنقدم نماذج جديدة ونماذج شابة من الأصوات الجميلة بنقدمهم برضو في روائع الفنانة أم كلثوم وألحان رياض صنباطي وبليغ حمدي وعبد الوهاب، وبنحرص جدا ان احنا طول الوقت نقدم أصوات جديدة، ومش بس نوعية الفن دي اللي بنقدمها، بنقدم كمان في عندنا بتبقى المسارح الصيفية بنقدم فيها الفن الشبابي الحقيقي يعني. احنا يعني لما بنقدم حاجة في دار الأوبرا دايما بنقدم الفنون او الفنانين، الفنانين اللي بيقدموا محتوى حقيقي، محتوى فني لائق، فبنحاول ان احنا كمان نعمل تنوع في الفنون او الوجبات الفنيه اللي بتقدم ما بين بقى الموسيقى الشرقيه والموسيقى الكلاسيكيه والجاز ميوزك وموسيقى الشباب او فنون الشباب والفنانين الشباب اللي بكل اشكالهم بقى. فده هدف مهم من اهداف او هدف رئيسي من اهداف دار الاوبرا المصريه. طبعا يعني انا من محبي الاستاذ علي الحجار جدا جدا، بسمع من وانا طفله تقريبا يعني. يعني انا ما حضرتش، انا حضرت حفلتين هنا في الاوبرا بس ما قدرتش النهارده، كان عندي عزومه جامده قوي وتعبانه، بس رغم كده انا جيت. ايه الاغاني المعينه للفنان علي الحجار بتكوني حريصه ان انت تسمعيها؟ بحب له قوي لما الشتاء يدق البيبان، حلواني جميل. جيت الحفله طبعا عشان اكيد لي علي الحجار ده، هو يعني لما بسمعه الطفوله بسترجعها تاني وذكريات الشباب. بالنسبه لي يعني الصوت ده انا اتربيت عليه في البيت، كمان مامتي وبابايا الله يرحمهم، فما صدقت لاني جايه رحله يعني قصيره، لسه جايه من ايطاليا 3 اسابيع، وحبيت لما اول ما عرفت ان طبعا اكيد في حفله جيت على طول، ما ترددتش لحظه رغم طبعا بروده الجو، الا ان لا لازم اجي اشوف علي الحجار طبعا واسمع اغاني جميله. طبعا انت عارفه دار الاوبرا المصريه يعني بتستضيف فنانين كبار زي الفنان علي الحجار والفنان مدحت صالح، وده دايما بيكون الرونق الاساسي للفن في دار الاوبرا، شايفه ده ازاي؟ شايفه حاجه جميله جدا، هي دي الاصوات اللي احنا عايزين نسمعها، يعني دي الحاجه اللي فعلا يعني عمرنا ما هنتردد ان احنا نيجي ونسمعه. حاجات التانية طبعا انت عارف فاهم الموسيقى بقت عاملة ازاي والاغاني بقت صعبة قوي ان تتسمع، لكن بالنسبة لنا احنا كجيل يعني اتربينا على الاصوات المحترمة الراقية دي، دي حاجة روعة رائعة. الحاجة يعني يبقى في اكتر من كده حفلات. الحاجة اللي بتحبي تسمعيها الفنان علي الحجار؟ ما دي حاجات كتيرة قوي، يعني من أغاني القديمة مثلا زي لما الشتا يدق البيبان وليلى ومش عارف ليه، يعني أغاني كتيرة قوي يعني مش هقدر أحصيها كلها. أستاذ علي ده يعتبر من جيلي، فإحنا اتربينا عليه من يوم من أيام ما كنا في الكلية لحد دلوقتي، يعني أنا ده طبيب متخرج من سنة 87، حتى هذه اللحظة بقى من أيام ابتدى يغني أول أغنية ليه لحد هذه اللحظة يعني. إيه الأغاني المميزة لحضرتك ليه يا علي؟ لا كتير بقى، حضرتك هتيجي من أول ما حبينا
لحد بقى تجيش نعيش واسمها ايه دي واسكندرية وعم بطاطا يعني حضرتك لو قعدنا نسرد احنا بقى للصبح يعني ده اللي بيحضرني بس بسرعة يعني اهتمام دار الأوبرا المصرية وبالتحديد أوبرا اسكندرية بوجود فنانين زي الفنان عيال حجار ومدحت صالح اللي هم بيجيبوهم يأدوا حفلة في اسكندرية، المشهد ده شايفه ازاي حضرتك؟ هو الأوبرا طول عمرها حضرتك هي تعتبر يعني منارة ثقافية وإشعاع يعني للفن الجميل زي ما بنقول، اللي انت بتحاول ان انت يعني تتنسمه في وسط زحمة الميديا وزحمة المهرجانات فانت بتحاول تيجي تسمع اغاني من فن راقي يعني لناس محترم ف يعني ربنا خلينا للأوبرا وجميع فروعها طبعا يعني سواء هنا او في القاهرة او في دمنهور في اي حتة يعني. بص الواحد بيدور على اي حاجة حلوة يسمعها، حاجة نظيفة يسمعها، زهقنا من الخبط والرزع والكلام ده، فما بنصدق تيجي حاجة أوبرا اسكندرية على طول ما منتأخرش يعني. الحاجات اللي حابة تسمعيها النهاردة من الفنان أي حاجة هيقولها علي حجار حلو، أنا متربية على علي الحجار من وأنا صغيرة من أيام رمى رمشو يعني تحمل لي ذكريات، كنت لسه صغيرة بس كنت بحب أسمعها. يعني دار الأوبرا المصرية وبالتحديد مسرح سيد درويش بيكونوا حريصين ان هم يجيبوا عدد كبير من الفنانين العريقين زي الفنان علي الحجار ومدحت صالح وغيرهم من الفنانين، ازاي بتتابعي المشهد ده وشايفة حرص الأوبرا للارتفاع بالفن الراقي بتاعنا؟ بص انا نفسي الموضوع يبقى ليه دعاية اكتر، لان يعني احنا بندور على الحفلات دي مش العكس، المفروض الجيل ده الحفلات دي اللي تدور عليه، الناس محتاجة تسمع حاجة كويسة، فانا اللي بدخل وادور والحفله امتى، والمفروض الموضوع يبقى ليه دعايه اكتر من كده ان الناس محتاجه الحاجات دي فعلا.